مشاهدينا، وهذا تقرير عن كركوك. تتمدد حركة التاريخ في الأنفس والآفاق، تلون السير الباذخة وتتنزل فعلا وبدأب على جغرافية المكان، فتحيل المعاني إلى شخوص حية تتفاعل مع الواقع الغابر وتتعانق مع الحاضر في أبهى صورة لصراع البشر مع أحداث التاريخ. ولم تكن مدينة كركوج التي ظهرت في العام 1505 واستمدد اسمها من اسم أحد ملوك العنج وهو كوج، إلا تلك المدينة التي حفرت اسمها على صفحات التاريخ الإنساني، لتبقى إلى اليوم شاهدة على تفاعل مع محيطه الجغرافي والزماني، تحكي على مر الأجيال أن إنسان المنطقة لم يكن ساكنا أبدا، بل قهر كل العوامل المقعدة واتخذ من واقعه منصة للانطلاق نحو توطين القيم الإنسانية النبيلة، وغزل من شعاع الشمس المتساقط على النيل أوتارا للإبداع الثقافي بكل ضروبه. كانت قبائل العنج والهمج من أقدم القبائل التي استوطنت المنطقة، ثم تلاحقت الهجرات من فجاج أرض السودان، لا سيما عقب انهيار الممالك المسيحية في الشمال، حيث اتجهت جنوبا وهي تحمل مشاعل الحضارة. تشهد على ذلك آثارهم التي لا زالت شاخصة تتحدى عوامل الفناء. استمرت كركوج في العطاء الثقافي والحضاري حتى بدايات العهد التركي البصري في السودان، وكان النيل الذي يجزل العطاء هو الآخر يلهم السكان على شاطئيه أعذب الألحان شعرا ونثرا. ثم أضحت كركوج من بعد ذلك مركزا إداريا مهما، من خلالها تغلغل النفوذ التركي في المناطق التي تمتد من سنار حتى فازغلي، ثم توسعت رويدا فكانت سوقا للمحاصيل الزراعية وغيرها. ولا زالت المنشآت التركية باقية إلى اليوم، حيث تحول المركز الإداري إلى مدرسة للأساس. سحر النيل أطفى على المنطقة كلها لونا من الجمال والبهاء، وعطاء أراضيه الخصبة أغرى أناسا آخرين بالهجرة إليها بل والإقامة فيها، فكان الأتراك والشوام والمغاربة وغيرهم تمازجوا مع سكان المنطقة واختلطت دماؤهم وثقافاتهم، وخرج من المصاهرة بين الأعراق المختلفة إنسان كركوج اليوم يبوح بالإبداع ويتفاعل مع نبض الوطن بكل أحاسيسه ومشاعره. البيت مصرة إنه تقرأ وعشان هي تقرأ، دائرة دفرة والدفرة ذاتها في حد ذاتها، دائرة زول عنده خبرة، زول محنك وليه كلمة وفي الغناعة، عنده قدرة يقدر يقنع للجماعة ويفيق طلاشم أي شفرة. قراءة البنوت هناك حاجة صعبة، أو قولوا طفرة وعادي بيحصل فيها موت، فيها موت وخراب بيوت وطلاق وهجرة وكلامي ده ما كلام شعير، دي الحقيقة. وإنت أدرى ولا في ناس ما مصدقين قوم أمشوا ألغوا نظرة أو لا قعد واسمعوا قصة زولتنا الدائرة تقرأ، وعشان هي تقرأ الثانوية وللمدينة لازم تمش، وناس عاد عشت المدينة بهرش ومنا جنس هرش، لما سمعوا بالبنوت ناوية الفوضى كلهم قاموا تش قاموا تش في المؤيد وفي المعارض وفي البقول. القصة دي ما بتتحبش العمهرج وحلف طلاق شبرين يمين، البيت دي من هنا ما بتمشي طلع كمان سكين وبره وأبرس كمان عضلاتي بش. وأخوها قال لو أختي قامت بطبحها وبهرب من الغرية وبطيش. اتلم عاد كل الأجابي في البلد، قال إن أقعد في البريش إن أناقش الموضوع برواقة وبدون مشاكل أو بطيش. والقصة عمت في البلد كل زول باقوا مندهش نسوان كبار فوق الثمانين استغربا، قال إن أكيش إشنا وشوفنا البيت حتقرب للمدينة تقوم تمش، عمك كبير جنبه مويه شرب ريو مال الكريش، يوم جابوا له خبر البناية شال تاني مويه وقال عتش وزولتنا ما صدق جاه الخبر مثل العسل، وجرت تصطف شنطته وسريع وسريع وبعجل، ولو الفرح بيقتل أحد كان الفرح لها غتل قبال تكمل فرحته. أمها جول البيت دخل قال لأبوها وأمها جيتكم بولدي وعندي حل، البيت القبال ما تمش لازم نلبسنا الديبة لزولتنا عشان العلم. وافقت وقالت أجل، وتمت بسرعة خطوبته، وده باختصار كل الحصل. رفضت كركوج السودان بأفزاز من الرأسمالية الوطنية الذين بدأوا حياتهم الاقتصادية بها، وتوسعت أعمالهم التجارية حتى بلغت الخرطوم، منهم رجل الأعمال المعروف أبو العلا
ورجل البر والإحسان محمد أحمد السلمابي وغيرهما ممن أصبحوا رموزا للاقتصاد الوطني لا تخطئهم العين الفاحصة وكثر في ميادين السياسة والثقافة والفن. لم تذكر كركوج إلا مقترنة بالأشراف الذين وفدوا إليها واستوطنوها، وعبر خلاوي القرآن الكريم نشروا الثقافة الإسلامية في المنطقة كلها. أشكي لمين الغدر وأشكي المغادير لا منو، أشكي لمين الغدر وأشكي المغادير لا منو، شوفوها خلت حالك تحزن عدوي وتحننو، شوفوها خلت حالك تحزن عدوي وتحننو. وهكذا تبقى المدن التاريخية ما بقي الدهر، تلهم الأجيال اللاحقة معاني الوطنية، وعبرها يستنشقون عبق تاريخ الأجداد لتجدد فيهم ذكراها مهما تعاقبت على ثراها أحداث وانطوت آجال. حبيكم مشاهدينا، تحية لأهلنا في كركوج وفي ولاية سنار بصورة عامة. كركوج الشريف واحد من أجمل المناطق. أنا طبعا زرتها فترة طويلة، كنت يعني أوقع التاريخ فيها فترة كده. عمي كان موجود في كركوج. من أكثر الحياة المميزة في كركوج الكنافة، الناس عندهم كنافة رهيبة. أعزمنا المرة الجاية كنافة رحل، لكن نمشي برانو مشكلة.